ولسه مكملين مع حضراتكم ونبتدي بقى اول فقراتنا الحواريه. ويعني الحقيقه الفقره اللي معانا النهارده هي فقره مهمه جدا. الفقره مش بتهم الحقيقه الست او الراجل، هي بتهم كل بيت وكل اسره مصريه، خصوصا ان هي بتتعلق بان احنا ازاي نربي اولادنا على الثقه، وازاي كمان نخليهم يبقوا عندهم شخصيه قويه، يبقى عندهم راي، يبقى عندهم قرار ويعرفوا ياخدوا قرارهم بنفسهم. كمان بنربيهم ان هم ازاي يكونوا مش متردزين، خصوصا وان خوف الاهل على اولادهم ده بيخليهم يدفعوا ان هم يقعدوا يضايقوا عليهم قوي، وده طبعا بيخليهم عرضه لكتير من الاخطاء ولعدم تحديد مصيرهم. معانا النهارده علشان نتكلم عن كل تفاصيل معانا خبيره التنميه البشريه منى القصاص اللي منورانا النهارده في الاستوديو. صباح الورد عليك يا منى. بتوحشينا يا منى والله. صباح الورد عليك. بنتكلم في مواضيع رائعه بصراحه، يعني لو النهارده موضوع النهارده الحقيقه انا شايفه ان هو في كل بيت، في كل بيت طبعا. عايزين نشكر فريق الاعداد عليه بصراحه، هو موضوع بصراحه من الاخر جه على الهواتف الموضوع بجد ده جدا. طيب خلينا نتكلم في البدايه. احنا قلنا في الانترو عايزين نربي اولادنا ان هم يبقى عندهم ثقه بنفسهم، ان هم يبقى عندهم راي، يبقى عندهم قرار، يبقى عندهم شخصيه قويه. مين نبتدي منين؟ نبتدي مع الاهل ولا نبتدي الولد لما يكبر هو اوريدي هيبقى خلاص هيكتسب ده من المجتمع ومن الحياه؟ لا، هو مفيش حاجه اسمها يعني انا لو سبت ابني ان هو يكتسب من المجتمع انا مش ضامن بره ايه اللي يحصل. انا ممكن اضمن من هو صغير الحاجه اللي عندي في البيت بشكل جزئي طبعا، لحد ما هو هيبدا يخرج للعالم بتاعه، ولما يخرج للعالم بتاعه هيلاقي، وطبعا ده هيلاقيها باشكال كتيره جدا، يا اما هيلاقي مجتمع كويس او مجتمع عادي يعني او مجتمع سيء للغايه. بس اللي انا اقدر احكمه من الاول هو درجه وعي انا او تحكمي انا في ايه اللي بيوصل لابني، او الاساسيات بتاعتي اللي هو ممكن بعد كده يواجه بيها لو حاجه وحشه، او يبقى هو عنده استعداد للتطور السريع. بس عايز اقول لك على حاجه، معلش، في اشخاص بطبعها بيبقى هم مولودين كده، واحد انطوائي، واحد لا بيحب دايما يفرض شخصيته على الناس، يعني انا ببقى شايفه ان دي شخصيه بالوراثه. قصدك بالوراثه؟ بالظبط. بس خلينا نتكلم على نسبه الوراثه دي، حقيقه هي دي نسبة قليلة جدا 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 في العالم اللي تبقى موجودة ان في حد بالوراثة طالع عنده مواصفات القيادة، او ان هو حد بيعرف ياخد قرار، ان هو ليدر كويس او ديسيجن ميكر، او ان هو بيعرف يتعامل مع الناس كويس او يتكلم قدام الناس كويس. دول نسبتهم قد تكون قليلة جدا جدا جدا، ونفس النسبة دي بتساويها نسبة تانية اللي هم الناس ما يقدروش يتعلموا المهارة دي على الإطلاق، او ما يقدروش يعني واحد استحاله مثلا ان هو يتعلم مهارات القياده. دول نسبتهم الاثنين ان هم كل واحد صغيرين جدا. واحد قادر يتعلم ده او التاني مش قادر، يعني اكيد هم في الاخر برضه ده اتعلم بشكل يعني اكيد الام والاب علموه، بس كان عنده استعداد والتاني لا ما عندوش فكره في حاجه. مش فكره استعداد او مش استعداد، يعني انا قصدي على مين بيتولدوا بالوراثه. هم تقريبا 2% من العالم اللي بيتولدوا بالوراثه عندهم النقطه دي، ده رقم صغير جدا. و2% مش هينفع يتعلموا المهاره دي على الاطلاق، وغالبا دول بيبقوا ذوي احتياجات خاصه او عندهم مشاكل في النقطه دي. الباقيين كلهم اللي هم 96% اللي هو احنا، فمعنى كده ان احنا بنتعلم من المهارات دي اللي احنا عايزينه. فالكلمه بتاعت انه اصل في فلان بالوراثه يقدر يتعلم كذا، او في فلان بالوراثه ما يقدرش يتعلم كذا، لا دي ده نسبتها صعبه جدا جدا، قد تكون بتوصل لمرحله قليله جدا جدا. فمعنى كده ان خلينا نركز على حاجه تانية، ان كل المهارات الانسانيه اللي احنا نقدر نتعلمها انا هينفع اتعلمها بنفس المقدار اللي سوها هتنفع تتعلمه، ولكن الفرق في الاستخدام، ان انا قررت في الكفاءة. حتى الكفاءة بتيجي في الاستخدام، يعني لو انا مثلا قررت ان انا استعمل 10% او اتعامل مع اولادي ان انا اطلع منهم احسن ما عندهم او اطلع نسبة صغيرة، الحاجات دي احنا اللي بنتحكم فيها بناء على اختياراتنا احنا كاشخاص. عشان كده هتلاقي مثلا انه حد عنده ابنه مثلا او حد مثلا في ثانوية عامة مقرر يجيب 100%، وفي حد تاني مقرر ان هو يدوب ينجح، هتلاقي في الاخر النتيجة بتاعت 100% ده لو قربت من ال 98 بتلاقي ان هو حد متضايق، بس اللي جاب 50% ده لو جاب 50% هيبقى راضي جدا. راضي جدا. الاثنين دول عندهم نفس القدرات، نفس الامكانيات، ولكن فرق ان انا قررت اعمل كذا. خلينا النهارده نتكلم انا هعمل ايه لاولادي لو انا لسه انا صاحب القرار. لو انا معظم المشاكل اللي احنا بنقابلها دلوقتي انه تبقى بنات جزء من سوء التربيه بيخليهم فاقدين الثقه في النفس، فبالتالي لو هم موجودين في الجامعه بتبقى معروف جدا كل التجمعات او كل بالمصطلح الشعبي لو كل شله بيبقى معروف ان فيها بنت شخصيتها قويه وفي بنت شخصيتها ضعيفه. خلينا نتكلم عن البنت اللي شخصيتها ضعيفه اللي بتكمل مسيرتها بان هي تدخل شغل تبقى رايحه انترفيو مش واثقه في نفسها، فتبقى حاسه طول الوقت ان هي هيقبلوني انا على ايه؟ هو انا عندي حاجه ميزه معينه يقبلوها؟ وبعدين لما تقدم لها عريس هتتكلم بنفس الطريقه، هو هيختارني انا على ايه؟
ده ممكن يختار فلانه اللي هي عندها كذا وكذا وكذا تبدا تعد للناس، بس ما تعدش لنفسها هي عندها ايه. لما بنيجي نفكر في المشكله دي بنلاقي انه غالبا المشكله دي بتبقى عند الاهل، ان هم كمان عودوها على ده، فكره المقارنه المستمره طول الوقت، انت مش شايفه بنت خالتك بتعمل كذا، او انت مش شايف بنت عمك بتعمل، او ابن عمك بيعمل كذا، او بين الاخوات او بين الاخوات او كذا او كذا. تلاقي واحد شخصيته ضعيفه والتاني شخصيته قويه، نفس الكلام. معنى انه في حد وصل لشخصيه ضعيفه وشخصيه وصل حد وصل لشخصيه قويه، ده معناه انه الاهالي كانوا بيزرعوا من الاول حاجه. عشان كده دايما انا بقول لهم دي النتيجه دايما بتاعه الزرعه اللي انت زرعتها. فمعنى كده انه لما بنلاقي بنت مش واثقه في نفسها او بنت مش عارفه تعمل حاجه، خلينا نقول ان كان في مقوله مشهوره جدا بتاعه ان هو علموا بناتكم، كان تقريبا انيس منصور اللي كان قال الجمله، علموا بناتكم ان هم يحققوا اهدافهم، لانه الرجاله مش مصباح على الدين. يعني مش لما تتجوزي هتلاقي حد هو اللي بيعمل كل الحاجات. احنا بقينا وده النسبه الاكبر الهروب، انه بعد فتره او بعد سلسله منطقيه من انه البنت مش واثقه في نفسها، هتتخيل ان هي لما تتجوز هو هيعملها كل حاجه، هيبقى الراجل الحنين جدا جدا اللي في البيت بيتزعق لها هو مش هيزعق لها، وهيبقى هو بيحتوي وهو بيطبطب وهو وكل حاجات. وصولا طبعا ان هي تتجوز فما تلاقيش الموضوع ده، فتبدا تبقى هي شايفه ان هي تعيسه في حياتها، ان هي اهلها ما كانوش في درجه من التفاهم، انزين اتجوزت بعد كده واحد ما كانش قادر يتفاهم معاها، او منطقيا هو نفسه ممكن يبقى هو كمان مش مؤهل ان هو يتعامل بالمرحله دي. وقيسي بقى على كده كم المشاكل اللي احنا ممكن نواجهها، وكانت في الاول كان حلولها ممكن يبقى سهل. الاول حلولها ان احنا نبقى بنسمع لو في بنت موجوده او في شاب عنده مشكله، هو لازم نبقى بنسمعه. لانه لو مثلا، وده بطبيعه شغلي يعني، شفت كم حالات كتيره جدا، لو بنت مثلا عندها انهيار عاطفي ممكن تبقى بالنسبه للاهل دي مشكله سنويه، بس عمليا هي ممكن تبقى في الوقت ده منهاره واهلها ما يعرفوش، ان هي مش بيها اصلا، مع ان دوت المفروض دور انت قلتي ايه، انه اهلها ما بيحسوش بيها، هي بتخاف تقول لهم علشان هي حلو. تعالي بقى نشوف تعالي نرجع لورا شويه. ليه بقى بتخاف؟ بتخاف عشان هم خوفوها، عشان بيبقى في تعسف من الاهل، علشان هم خوفوها. فبالتالي هي طول الوقت بتعمل ايه، بتدور على حد بره يساتسفاي ويغطي او اولا ما قوش شخصيتها، لان وما شغلوهاش بحاجه مفيده، لا بالرياضه ولا بقرايه ولا ان هم يبقوا ولا خطوه بخطوه ان هي تبدا تحقق حاجه ولا معينه، ولا ان هم يقعدوا يحكوا معاها. هي دي الفكره. ففي الاخر لجأت لبره، ففي الاخر هيحصل اي مشاكل في حياتها مش هتعرف حتى تحكيها لهم، يعني هم بوظوا لها كل حاجه. وبالتتابع ايه اللي هيحصل، هنلاقي انه في بنات، وده نسبه كبيره جدا مش نسبه صغيره ولا حاجه، هي حياتها منفصله لوحدها. فبالتالي بنوصل بقى للمرحله اللي احنا دلوقتي ممكن نبقى شايفينها، ان كل واحد ماسك التليفون بتاعه قاعد على الفيسبوك او قاعد على السوشيال ميديا، له حياته لوحده. بالظبط، له حياته لوحده. وغالبا بتبقى المشكله في البيت ان هم برضو مش مطمنين. طب ما هو من الاول كانت البوادر خالص بتاعه انه هي لما بتتاخر خمس دقائق هي بتعمل حاجه غلط. لا، هي مش شرط ان هي بتتاخر خمس دقائق زي بس. ايه بيشتغلوا زي بس، لو انت اتاخرتي ليه بس؟ فبالتالي لازم يبقى في شويه جزء صحي. فالناس بتيجي تقول لي، يعني لما باجي اتكلم مع اهالي، لو انا طبعا حصلت انه يبقى في مشكله، فانا بتدخل في جزء من الموضوع ما بين لو انا عندي حد في الاستشاره ومع اهله، فقالوا ما احنا عندنا مشاكل. ما هو طبيعي جدا كل الناس عندها مشاكل طبعا. بس طالما انا وصلت لمرحله ان انا قررت بكامل ارادتي ان انا ابقى مسؤوله عن بني ادم تاني، يبقى انا لازم ابقى انا قد البني ادم التاني ده. لو انا قررت او امتى الوقت ان انا اقول لا انا محتاجه خلاص تدخل حد من اهل العلم او يعني من الخبره زي كده؟ بصي، خلينا نقول ان احنا كلنا عامه محتاجين طول الوقت يبقى احنا عندنا حد في حياتنا بنتكلم معاه، حد اهل ثقه. ليه؟ لانه بمنتهى البساطه احنا طول الوقت، عارفه زي اللفظ الدارج بتاع كوبايتنا بتتملي، احنا بنقابل مشاكل بنقابل مشاكل بنقابل مشاكل، طول الوقت بنفضل نعدي 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 لمرحله معينه ما بنقدرش نعديها. نسال سؤال بطريقه ثانيه، ابتدي امتى مع ابني او بنتي ان انا ابتدي ازرع فيه ان هو يبقى عنده شخصيه قويه، خليني اقول لك فيه واثق في نفسه؟ حلو السؤال ده قوي. خليني اقول لك على حاجه، احنا هنبدا من امتى معاهم؟ انا هبدا من الاول مع نفسي. يعني طالما انا قررت المرحله ان انا هبقى مسؤوله عن كائن حي، الكائن ده انا هحاسب عليه في تربيته وعلى حياته كلها، فالاول انا لازم اكون على درجه عاليه من الوعي بكل التفاصيل، بالتعامل الاول حتى من قبل الجواز كمان. يعني في دوله كانت اوريدي، يعني هي ماليزيا، كانت اوريدي عندها ارقام عاليه جدا جدا في الطلاق، فبداوا يعملوا حاجه، حل لطيف جدا، ان هم يقعدوا الاثنين اللي هيتجوزوا في برنامج تدريبي قبل الجواز باسبوعين، تقريبا النسبه قلت 30%، ده رقم عالي جدا ان نسبه الطلاق تقل 30%. مش عايزين يقعدوا بعد اسبوعين، يقعدوا اسبوعين يفهموا، عايزين يقعدوا بعد كام سنه من الجواز.
ما انا هقول لك من الاول يقعدوا، لا انا عايزه يقعدوا برنامج تاهيلي، برنامج تاهيلي ان هم يتعلموا الاختلافات ما بين الراجل والست، انا هتعامل مع الراجل ازاي، ايه الميكانيزم اللي المخ بيمشي بيها، هي الست محتاجه ايه، هتبقى راضيه لو حصل كذا، لو هي بتقول، احنا غالبا الستات بتقول كلام لا تعنيه خالص، ان هي ممكن تبقى متعصبه، هي محتاجه حد دلوقتي يسمعها، بس مش محتاجه حد. اقول لك على خبر حلو. قولي لي على خبر حلو. كان من اول امبارح تقريبا كنا مستضيفين احد يعني احد الضيوف في احد الكنائس المصريه، ابتدت تعمل ده، بتطبقه بالفعل في مصر. كورسات هما بيتكلموا عن الحياه الجنسيه بس، على ما انا متذكره ان هما بيتكلموا عن الحياه الزوجيه كمان. بيدوا كورسات في الحياه الزوجيه والحياه الجنسيه ما بين الراجل والست. خليني اقول لك خبر احسن، ان هو في اماكن كتير جدا جدا ومراكز واكاديميات كتير جدا جدا بتعمل ده، فعشان كده انا بقول انه خلينا نبقى بندور الاول، بس احنا ثقافه، احنا محتاجين نغير ثقافتنا ان احنا مزبوط. ان انا لما بنتي تيجي، لان ده اللي كنت بتكلم فيه، انا لو بنتي، انا الحمد لله ما عنديش بنات يعني عندي ولد، فلما بنتي تيجي تقول لي انا رايح اخد كورسز عشان اشوف الحياه الجنسيه او الحياه متوافقه مع شريك حياتي، مظبوط، انا مش هبقى متقبله ده، يعني انا محتاجه انا اللي اغير نفسي، محتاجه اغير فكري. بصي خلينا نبقى عارفين ان احنا كلنا محتاجين طول الوقت نبقى احنا عندنا درجه عاليه من التطور. خلينا نبقى في سننا ده، احنا طبعا عايزين نبقى طول الوقت بنعمل كده، وكمان اهالينا يبقوا سايبين المساحه شويه ان هم يبقى في ثقه، لو في ثقه هيتبعها بعد شويه في مسؤوليه، لكن فكره التحطيم طول الوقت او فكره النقد او فكره اللوم المستمره دي بتخلي الناس من جواها هشه، بتخلي لو بنت او شاب كمان يعني ممكن طول الوقت اللي هو ايه ده انت مش شايف انت بقيت سنك كام وما اشتغلتش او كذا، كم التحطيم ده كله، طب قبل ما اعمل كده، طب ما انا ممكن من الاول خالص من هو في ثانويه عامه ابدا اعوده على ان هو يبدا يشتغل في الصيف او يبدا يعمل اي انشطه، بالتعود شويه شويه هيوصل ان هو وهو في الجامعه بيشتغل. بس مش بعد الجامعه انا جايه بشتكي ان هو ما اشتغلش، ما انا شاركت في جزء من الموضوع من ان انا كون صوره ذهنيه لنفسه سيئه. وقيسي على كده لو بنت عندها صورة ذهنية سيئة لنفسها وتقدم لها حد وبقت فرحانة وطول الوقت شايفة ان هو املها، يعني ان هو كتير عليها هي هتتعامل معاها ازاي، وبعد فترة هو هيتعامل معاها ازاي. بعد فترة بشكل منطقي جدا هيتعامل معاها انه ما انا املها برضو، ما انا كتير عليكي، فهيبدأ يعاملها، فهيبدأ يحسسها طول الوقت بالنقص اللي هي فيه. لما هتخلف ولاد غالبا هتخلف ولاد مشوهين، مش هتخلف ولاد طب احنا ازاي نعالج ده من الاول في البيت؟ يعني انا دلوقتي دايما المعاملة للولد بتكون مختلفة، طبعا الولد بيديله ثقه اكتر، بيهتموا بيه اكتر في كل حاجه، فبيطلع الولد ممكن شخصيته ان هو ما اقوى من البنت، وتطلع البنت يعني غلبانه وعرضه لاي حد بره، يعني اي حد يأذيها بره فعلا باي شكل كان، لانها بتكون ضعيفه، ما عندهاش حد تلجأ له، ما عندهاش ثقه في نفسها. فازاي نعالج ده من الاول في ولادنا؟ وزي ما نرمين ما قلت لك، من سن كام نبدا من سن كام؟ احنا هنبدا طول الوقت ايا كان، احنا الوقت بايه؟ يعني الوقت برياضه، هنبدا بانشطه، هنبدا الوقت اللي احنا فيه دلوقتي احنا هنبدا فيه. لو انا لسه قبل الجواز هتعلم ان انا ازاي اتعامل مع الاختلاف بين راجل وست، لو انا لسه هخلف لازم اتعود ان انا ازاي هتعامل مع بيبي جديد، واشوف بشكل مبدئي ازاي انا هبدا اوصل له معلومات طول الوقت بشكل منظم ومسيستم، مش هبدا لها في كتب معينه. طبعا يعني انا جبت كتير اول مركز وثاني متخصص، انا اول ما جبت اول بيبي رحت جايبه كتاب عشان ابدا اقرا شو، بس للاسف ما بتكمليش يعني. لا ما هو لازم، ما بصي هقول لك، احنا طالما تحملنا مسؤوليه حاجه معينه فاحنا لازم نكمل ده، بس انه ممكن يبقى الكتاب نفسه فيه مشكله ان هو صيغته او الصياغه بتاعته صعبه، وممكن كده ان احنا نلاقي برضه مع احترامي يبقى فيه معلومات مغلوط فيها. بصي مش دايما المغلوط، بس ممكن يكون في حاجات مغلوط فيها. بصي هقول لك ازاي نحل بقى ان انا يبقى عندي معلومه مغلوطه فيها انا اقدر اقيمها، ده بتيجي عن طريق التجربه طول الوقت. لو انت بتقري كتاب واحد هتلاقي انه غالبا انت هتثقي في المعلومات اللي موجوده، لكن انت لو عندك تراث او عندك رصيد من قبل كده، انت قريتي 3 4 5 كتب في مجال معين، هتلاقي ان انت لوحدك بتفلتري ده، هتلاقي ان انت لوحدك قادره تقيمي هل المعلومه دي تنفع ولا لا. انا ابني شبه انهي نوع؟ هل انا ابني من النوع العنيد ولا من النوع العصبي ولا هو نوع من اللي بيسكتوا؟ فبالتالي طول الوقت انا محتاجه انا اللي ادخل للعالم بتاعه. اللي انا بقوله ده كلام صعب جدا، ان احنا نرجع نصحح حاجات قديمه كانت غلط، ده هيجي لما نسمع بعض. لانه احنا كلنا بنحب اولادنا، وكلنا عارفين ان كل اهلينا بتحبنا، وكلنا عارفين كل المعلومات دي، ولكن هو مش الحب لوحده اللي كفايه، هو التعبير عن الحب هو بنفس قدر الحب كمان. صحيح. لكن انا لو انا بحب حد بس انا كنت قلقان عليه فعنفته بشكل كبير، هيفرق معاه اول مره، المره الثانيه، المره الثالثه، المره الرابعه. انت قلتي موضوع مهم جدا، عنفته. بصي انا عندي ولد وبربيه، وللاسف
غصب عني ضغوط الحياه والشغل والمذاكره والطبيخ والتنظيف والحاجات الكتير دي، فغصب عني ان انا طبعا ببقى عصبيه وعايزه نخلص بسرعه، عايزه نذاكر عشان عايزين نقوم ننام عشان نقوم نعمل الاكل عشان مش عارفه. فانا الموضوع ده النقطه دي انا ببقى متضايقه منها طبعا. يعني انا نفسي ببقى متضايقه بعد ما بعملها، بقعد مع نفسي افكر هو ذنبه ايه ليه حلو. فالولد بيطلع شخصيته ضعيفه، الحمد لله انا ابني مش ضعيف خالص، انا عايزاك تبقى ضعيف الحقيقه، لكن هو مش ضعيف خالص. لكن في اهالي لا عندهم المشكله دي حلو، فنعمل ايه مع الاهالي دي ان هم خليني اقول لك الزايق والشخط والنطر اللي على صفه مستمر زي ابنك بالظبط ما شاء الله. انا جاي عشان ولادكم انتوا الاثنين تقريبا، احنا جايين على ولادنا النهارده. خليني اقول لك على حاجه، انا دايما انا بحب دايما من البدايه الغي حته انه يبقى في تعنيف او في ضرب او عنف للاطفال، لانه منطقيا احنا وانا مش قصدي عليكم بس قصدي انا هقول المرحله الاصعب، وبالمرحله الاصعب ممكن نقلل شويه. لو انا ام بتضرب ابنها، فانا جات لي مره بتقول انا بتعصب جدا فبضربه، قلت لها انت بتضربيه عشان انت اقوى جسديا، بس فكري كده لما تبقي انت ضعيفه وهو الاقوى جسديا هيعمل فيكي ايه. طبعا فخلينا نبقى عارفين ايه البديل يا منى عن كده، يعني انت مثلا قاعده مع ابنك بتذاكري له مثلا، هكمل بس جزئيه طيب. فبالتالي هل انا بضربه من باب ان انا عندي طاقه زياده وعندي مشاكل، هو ملوش اي ذنب، فبالتالي هطلع كل الطاقه دي فيه هو. على فكره هو بعد كده هيبقى هو اللي حياته مليانه وهو اللي عنده مشاكل وهو اللي عنده شغل، وساعتها هبقى انا ما عنديش حاجه. فساعتها هل انا مستنيه ان الدنيا تدور فبالتالي هو هيمد ايده عليا، ولا هو هيعمل نفس، ولا هيبقى مهمل فيا، ولا هيبقى كذا وكذا وكذا. فخلينا نلغي الحته دي من الاول، انه خلينا نبقى عارفين ان الدنيا دواره، فمش هينفع ابقى انا بتعامل معاه ان هو الاقل جسمانيا. يوم ليك ويوم عليك، الكلمه دي ملغيه تماما. طيب خلينا اول معاك يا منى، بس معانا اتصال أولي. ناخد الاتصال معانا استاذ علاء وهدان باحث اجتماعي. صباح الورد عليكم وعلى الاستاذ الكريم واسره البرنامج، وبحب اشكر اسره البرنامج لان فعلا بتنتقي موضوعات قيمه وموضوعات بتفيد المجتمع بصفه عامه، ويا ريت النهارده الدوله تتبنى هذا الموضوع عشان نقضي على السلبيات اللي موجوده في المجتمع من خلال التنشئة السليمة للأطفال. فالنهاردة الأزمة اللي موجودة في المجتمع دلوقتي كيفية تربية الأبناء على الثقة بالنفس، لأن هي دي المشكلة الأكبر دلوقتي. في كذا شق نتعامل مع المشكلة، أولا شق وقائي، شق علاجي، شق تنموي. الشق الوقائي إن أنا الأسر اللي هي مقبلة على الزواج إن أنا أدربهم صح، أديهم مقررات دراسية صح على كيفية تكون أسرة وكيفية تنشئة الأولاد وتربية الأولاد. يبقى أنا النهاردة بمنع أن المشكلة تحصل دي في اللي هم مجبرين على الزواج. النهاردة الأسر اللي عندها أبناء نحددها، ونيجي بعد كده نعمل لها برامج تدريبية وبرامج توعوية زي البرامج اللي حضراتكم بتقدوها، ويبقى النهاردة الخبراء اللي هم المتخصصين سواء اللي هم خاصين بالتنشئة الاجتماعية مع بعض كبار السن اللي عندهم خبرة، نجمع ما بين العلم وما بين التجربة وما بين الخبرة، ونعمل كتيبات صغيرة يتم توزيعها على الأسر اللي هي عندها أبناء، ويبقى وسائل الإعلام تتبنى هذا الموضوع. يبقى والمساجد يبقى لها دور، والكنيسة برضو لها دور في التوعية بذلك. ما احنا كنا لسه بنقول يا أستاذ علاء إن الكنيسة عاملة دور والله هايل، يعني عاملين كورسات للمقبلين على الحياة الزوجية سواء للست أو للراجل. وكمان أستاذة منى كانت لسه بتقول إن في مراكز كمان تدريب كتير في مصر، أنا نفسي والله ما كنتش أعرفها، فدي برضه محتاجين ندور. بس محتاجين ندور، هو أوريدي الإعلانات موجودة في أماكن كتير جدا، أوريدي السوشيال ميديا موجودة عليها كل البرامج. طبعا حاجة كويسة. مظبوط. وبعدين عايز اقول لحضرتك على حاجه كمان يا استاذ علاء، احنا لما بنعمل شخصيه قويه في المجتمع اللي احنا فيه ده دلوقتي او في الظروف اللي أيوة. البلد بتمر بيها، مش هنخلي حد يلعب بافكار ولادنا، هيبقى ولادنا عندهم تفكير ويبقوا عارفين فين الصح وفين الغلط، ولا بقى يروح يجروا عشان كيس سكر ولا يجروا عشان 2 كيلو لحمه، لا عندهم شخصيه عندهم تفكير. ما انا بحيي اسره البرنامج على هذا، لان انا النهارده بحارب الارهاب بصوره منظمه، واقدر اقضي على الارهاب من خلال التنشئة السليمة على الثقة بالنفس. لان انا النهاردة لو نشأت الاطفال التنشئة السليمة ما حدش هيقدر يضحك عليهم ولا حد يقدر يأثر عليهم بعد كده لما يكبروا. فانا ده اهمية هذا الموضوع،
وخطره. وانا النهارده بناشد القيادات السياسيه ان هي تهتم بهذا الموضوع، بحيث النهارده اقدر اقضي على الفكر الارهابي والفكر المتطرف من خلال التنشئه الاجتماعيه السليمه للابناء. هو الموضوع ده عايز يبدا من المدارس اكتر، يعني لو في المدارس بقى فيه اهتمام طبعا هي البدايه، لو بقى فيه اهتمام بان هم ينشئوا جيل قوي الشخصيه. بس مع المدارس بدها تتطهر من اللي هم اللي هي الجماعه الارهابيه، لان ما زال بعض المدارس فيها بعض العناصر الارهابيه بتبث الفكر في الاطفال مدرسين داخل المدارس. طبعا مظبوط. فاحنا برضو لازم الدوله تركز على هذه جزئية. ولازم يحاسبوا المدرسين في المدارس على ان هم ازاي بيتعاملوا مع الاطفال. لازم يكون في مناهج، يعني يكون في اسلوب تربوي يعني يكون سيد على كل المدارس. ما يبقاش كل بقى مدرس هو حر بقى يتعامل زي ما هو عايز، جاي اطفال من بيتهم يجي يطلعوا في الولاد في الفصل. فعلا مظبوط. انا بشكركم وبهديكم على قيادتكم الموضوع، وفعلا يعني اعلام متميز جدا. بنشكرك يا استاذ علاء، استاذ علاء وهدان باحث اجتماعي، شكرا جزيلا لحضرتك وصباحك زي الورد. احنا محتاجين الفقره دي عشان تتكلم على الانتخابات، بقى مش عايزين حد يضحك علينا في السكر. انا بس عايز اعلق على حاجه صغيره، يعني من ضمن استشاره كانت موجوده عندي. فانا البنوته بتقول لي انه هي كانت قد ايه مرتبطه بحد، والحد ده هو بالنسبه لها كل الدنيا، كانت اوائل العشرينات. فهي بتقولي ان هو كان عامل بوست على الفيسبوك ان هو نفسه يبقى يعني اون ريليشن بالبنوته اللي هي كانت في فيلم العار، بنور الممثله نوره لما كانت عامله رؤى في فيلم العار. هي كانت كل يعني هو كان عايز واحده ما بتعملش اي حاجه في الدنيا غيره، وبتكرس له حياتها كلها. هارون الرشيد السيد. فبعدين بقول لها هو انت كان نفسك تبقي رؤى في يوم من الايام يبقى كل حياتك ان انت بتحطي رجل في ميه ملح؟ ومع احترامي طبعا ده للي عايزين يعملوا كده، هي كل واحده حره في نفسها. ده كان اقصى طموح ليكي؟ قالت لي لا، بس هو بيحب كده وانا عايز اعمله اللي هو بيحبه. فقلت لها وانت هتعملي كده؟ قالت لي هو بس يرضى يبص لي. فقلت لها طيب هو تعالي بقى نحسبها بالعكس، هو هيبص لك ليه؟ قالت لي هو مش هيرضى يبص لي خالص لان انا عندي كذا وكذا وكذا. وبدات ترص لي كم حاجات وحشه جدا جواه. قلت لها هو انت مش انت كمان ممكن تتحولي في يوم من الايام لشخصيه قويه ومثقفه، فبالتالي تبقي متعلمه وواعيه وعندك دراسه وبتدرسي وبتروحي وبتعملي. هي دي فكره انه هي البنوته اكتر من 21 سنه. فقلت لها فبدات تحكي لي اصلا انا اهلي كانوا بيعملوا كذا كذا، والزعيق طول الوقت ان ده سيستم وده ده ستايل اوف لايف في البيت، انه كم الزعيق والعنف وكذا. فقلت لها بصي الكلام ده كنت انا هبقى قادره اقدره لو انت اقل من 21 سنه. بعد 21 سنه احنا خلاص شخصياتنا اتكونت، فمعنى كده ان انت دلوقتي ممكن تبداي تغيري في كل القواعد اللي كانت موجوده من قبل كده، انت عندك الوعي انك تغيري ده. صح. فتعالي ننزل نحجز برامج، وتعالي نتعلم، وتعالي نغير المجتمع اللي حواليكي. لو انت ما عندكيش حد خالص اختاري مجتمع جديد انزلي، ابداي تعودي على مجتمع مختلف، ابداي تعودي على كذا وكذا وكذا. بعد فتره هتلاقي نفسك مختلفه، بعد فتره هتلاقي نفسك بدل ما انت ما عندكيش غير طموح واحد ان انت ترتبطي بفلان، هيبقى عندك ان انت عندك المجتمع بتاعك وعندك اصدقائك وعندك ستايل اوف لايف عملتيه. وممكن بعد فتره بالتتابع. هي الفكره عندنا في التتابع ان احنا معظم الناس بتفكر في دلوقتي. ونحن عندنا بس اتصال من طفل اسمه يحيى عايز يتكلم معاك. يلا بينا. يحيى صباح الورد عليك. صباح الورد. صباح الورد يا حبيبي، اتفضل اتفضل اسال. يحيى ممكن بس يا يحيى استاذنك الاول، صباح الخير. صباح النور. وطي التلفزيون بس يا حبيبي واسمعنا من التليفون. عندي مشكله ان بزعل مامتي ومهمل شويه. يا قلبي انت عندك كام سنه يا يحيى؟ عندك كام سنه؟ عديم التركيز. انت عديم التركيز؟ تسع سنين. انت يعني الو؟ ايوه. انت اخو انت اخوه؟ يحيى انت اخو يحيى؟ اه اتفضل يا يحيى. انت يحيى ولا اخوه؟ انت مين؟ هما الاثنين. لا انا يحيى. انت يحيى. طب بتزعل مامتك ازاي بقى؟ بتعمل ايه تزعلها؟ يعني ايه نوع الحاجه اللي انت بتزعلها؟ بهمل ومش بركز. بت ايه؟ مهمل ومش بركز. مهمل ومش بركز. ده راي مامي فيك ولا رايك في نفسك؟ ايه ده راي مامي فيك ولا رايك في نفسك؟ انا ما بركز. لا يعني انت شايف نفسك ان انت ما بتركزش ولا دوت ولا ده اللي مامي طول الوقت بتقوله لك ان انت ما بتركزش؟ لا انا مش عارف نفسي ان انا مش بركز. مامي بتقول لك ايه؟ مامي اللي على طول بتقول لك كده؟ لا انا شايف نفسي كده. انت شايف نفسك اوكي. وانت عايز تعمل ايه يا يحيى؟ عايز اشيل التركيز. حلو. طيب خليني ارد عليك حالا
بصي النقطه دي مهمه، خلي بالك يعني لو عايز طول الوقت تقولي عايز طول الوقت تقولي لابنك انت ما بتركزش انت مش شاطر، هو هيبقى كده، فهي واضح ان هي اللي بتقوله. هي دي النقطه انه بصي يحيى، هي الموضوع بسيط جدا، طريقتنا احنا طول الوقت حبيبي واحنا بنقول ان انا ما بركزش منطقي جدا، بخلي مخي عارف هو شبه الكمبيوتر بالظبط، طول ما انت بتقول لمخك ان انت مش عارف تركز هو كمان هيبدا يخليك مش هتركز، هو بيسمع كلامك قوي. فاحنا هنعمل ايه؟ هنطول الوقت هركز انه انا بقول لنفسي كمان انه هي مشكله كانت موجوده من قبل كده بس هي خلاص هبدا احلها. فهبدا اعمل ايه؟ هدور على الحاجات اللي تخليني وانا بركز ابقى احسن. عشان كده مهم وانت بتذاكر تستعمل كذا لون مش لون واحد، يعني وانت بتذاكر مثلا وانت بتكتب يبقى في كام لون قلم انت بتكتب بيهم، اللي هي الالوان الهايلايتر دي خلي ممكن الهايلايت وانت بتستعمله، او ممكن تبقى شكل الورق نفسه الستيكرز اللي احنا بتبقى الواناتها مختلفه، ده بيخلي مخنا يشتغل احسن طول الوقت. زائد حبيبي يعني انت عندك 9 سنين، فبعد ال9 سنين دول يعني لسه كم المعلومات عندك فايد جدا. المهم بالنسبه لك ان انت تبقى عارف ان في وقت معين للمذاكره وفي وقت المذاكره للمذاكره، ما تفكرش في حاجه تانية، وقت اللعب للعب بس ما تفكرش في حاجه تانية. لا تربط دول بدول، هتلاقي شويه شويه مخك بيبدا يركز ويتعود على ان هو بيفصل ما بين الحاجه وحاجه تانية. مامة طيب. يحيى بقى يعني احنا عايزه اقول لك ان انا مبسوطه جدا بالمكالمه دي، لان دي حلوة. الولد كمان هو عارف، يعني هو عارف ايه عيوبه، فبس بيبقى صعب عليه ان هو لا يا بس يا منى مامت يحيى بقى تعالي غير الكلام. لا بس هو بيقول ان مامته ما بتقولوش، هو لا هو بيقول احنا بيوصل لنا المعلومات. هو عنده 9 سنين، 9 سنين دي رصيد معلوماته من البيت ومن المدرسه. هو الكلام عايز يوجه للام اكتر يا منى، ان انت تاخدي بالك وانت بتكلمي، هي مامي بتحبه جدا، مامته بتحبه جدا، مش عارف اي حاجه خالص. مش بصي خلينا نكون برضو منطقيين، عشان هنا قالت نفس الجمله بتاعت انا عندي 70,000 حاجه بيهلكوني انا شخصيا، عشان كده ببقى انا طاقتي خلصت. هي ده المهم، انه احنا كمان طاقتنا عشان احافظ عليها لازم ابقى انا عارف انه ربنا سبحانه وتعالى ما بيبعت لناش حاجه غير واحنا قدها. فحضرتك انت قادره تتحملي مشاكل الشغل ومشاكل البيت والطبيخ والمواصلات وكل الكلام، لازم ادي لكل حاجه حقها يعني من الاخر كده. لازم اتعود ان انا ادي مجهود زياده طول ما انا عندي الموقف ده او السيتويشن اللي انا محطوط فيه. فانا هل انا اقدر ادي مجهود زياده ولا لا؟ هي الفكره كلها، هي نفس الجمله اللي قالها يحيى، انا ما بعرفش اعمل كذا، خلينا نقول ان انا كمان انا ما بعرفش اتحكم في اعصابي، فانا بقول لنفسي كلام سلبي بيخليني طول الوقت بيضيع طاقتي، بيديكي طاقه سلبيه وبوصله كمان للاولاد، بيخلي الكيرف ينزل. طيب احنا بنشكرك يا منى، وللاسف الوقت معاكي بيخلص بسرعه، وعايز حلقه كامله الموضوع ده. كان معانا خبير تنميه بشريه منى القصاص وهنطلع بقى الفاصل. انا بشكرك طبعا يا منى، شكرا جزيلا ونورتينا واستفدنا منك، ويا رب كل اللي كانوا بيشوفونا يكونوا برضو يعملوا بالنصائح بتاعتك. وصباحك زي الورد. طيب لسه مكملين مع حضراتكم، لكن خلونا نطلع لفاصل. بعد الفاصل فقرتنا الاسبوعيه، فقره الابراج مع خبيره الفلك رانيا حموده، بعد الفاصل.